هل تستحب الاستخارة في الحج وما هي الأشياء التي تستحب فيها الاستخارة؟ الاستخارة مشروعة في كل أمر يتردد فيه الإنسان، فمثلا إذا تردد هل يحج هذا العام أو لا يحج فله أن يستخير إذا قلنا إن الحج ليس واجبا على الفور، أما إذا قلنا إنه واجب على الفور فالواجب عليه أن يحج بدون استخارة. كذلك أيضا الأمور التي لا يستعد فيها لا تحتاج الاستخارة. هل نقول إذا هم الإنسان يصلي لازم يصلي استخارة؟ لا. نقول إذا أراد يتغدى لازم يصلي استخارة؟ لا. الاستخارة فيما إذا كان الإنسان في تردد، ولهذا يقول في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي فاغفره لي ويسره. نعم.